الشهيد باذن الله احمد محمد نايف النجار من ابناء مدينه مارع، استشهد على اثر القصف على مدينه مارع طيران الاسدي. بعد احطوا له معلش كمان معلش إذا 9 مدينة مارع، الشهيد بإذن الله أحمد محمد نايف استشهد على أثر القصف الطيران الاحتلال الأسدي على مدينة مارع 11/9/2012. إنا لله وإنا إليه راجعون.